بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بمناسبة نجاح بلاده في التنظيم العظيم لنهائيات كأس العالم 2018، مشيدا جلالته رعاه الله بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة والاستعدادات التي قامت بها والإمكانيات التي وفرتها لإنجاح هذه البطولة، ما أسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة، متمنيا جلالته لفخامة الرئيس الروسي دوام التوفيق والنجاح وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والنمو.